مش احنا كان المفروض يا دكتور عادل من اول ما حصلت ازمة روسيا واوكرانيا واحنا بنتكلم على ازمات حطول العالم كله، كنا اشتغلنا بفكرة ادارة الازمة في ملف السياحة، بان احنا كنا نشتغل على طول علشان ده القطاع اللي يدخل فلوس بشكل سريع، مش مكان بقى وارض وتصاريح لا، ولا احنا متخيلين مسألة سهلة وهي صعبة؟ لا طبعا انا بتفق مع حضرتك تماما، وهنا حقيقة بقى برضو بيظهر دور علم إدارة الأزمات اللي احنا بنفتقده كثيرا في قطاعنا السياحي المصري. يعني دعيني اكون اقول مع هذا، لكن احنا طبعا على يعني احنا الدولة أدارت أزمة كورونا او جائحة كورونا وتداعياتها باحترافية شديدة وباعتراف الغرب، ولكن احنا كقطاع سياحي حقيقة مطالبين ان احنا كان لازم يبقى عندنا رؤية مسبقة ومجموعة من اللي احنا بنقول عليها سيناريوهات صحيح المسبقة المحتملة وفق حدة الخطورات اللي هي القادمة. وكانت هناك بعض المؤشرات اللي بتقول ان هناك احتدام قادم بين روسيا واوكرانيا. صحيح. فكان لابد ان تكون لو هناك بقى عندنا إدارة متخصصة حضرتك في إدارة الأزمات بتخصصاتها العلمية. طب نلحق نعمل ايه؟ نلحق ولا خلاص؟ لا طبعا احنا كل واحد عارف هيروح فين. لا طبعا هو في برضو يعني دعيني اكون متفائل مع حضرتك ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية. هناك برضو الحركة السياحية الى مصر الحمد لله الى حد كبير يعني لا ترضي تطلعاتنا كعاملين في هذا القطاع، ولكن احنا يعني عتمان برضو عايشين في الخارج وبنشوف برضو ان هناك مصر ما زالت برضو عليها اقبال، ولكن هو اقبال حذر شوية مش عشان خاطر مصر ولكن للظروف العالمية اللي موجودة في فرنسا وفي ألمانيا وفي انجلترا. في ناس في اوروبا وبره مثلا دكتور عادل تقول لك انا بارتفاع الاسعار اللي في اوروبا دي، ده انا لو رحت اعيش في مكان بره اوروبا او بره الدول اللي فيها مشاكل دي هتكلف ارخص من قاعد في بلدي يعني ولو لفترة محددة. ده كلام حضرتك مظبوط جدا، لان برضو لو كان هناك نوع من التنبؤ من ادارة الازمات ان هذه الازمة هتستدعي كبار السن، خاصة كبار السن اللي احنا بنقول عليهم يعني على المعاشات، لان الناس هتكمل وهتروح وظائفها وكل حاجة. يعني انا اذكر من فترة قصيرة بدأت فرنسا وانجلترا يعني تبعت بعض الخطابات للمنازل ان هناك انقطاع سيتم في الكهرباء لمده ساعتين في اليوم. يعني وبدات توصل على مستوى شرائح واسعه. ولكن احنا كمان كان لازم ان احنا يكون عندنا القدره على التنبؤ بهذه طب نلحق نعمل ايه؟ لا احنا بقى نلحق نعمل ايه؟ ان احنا نبدا ان احنا نطور ادائنا في الترويج في الفتره اللي جايه. ان احنا نبدا ان احنا نهتم شويه للتطرق الى اسواق جديدة. ان احنا نتطرق في تطوير حملاتنا الترويجية، دي نقطة مهمة جدا. عارف ان الحملات دي بحس ان احنا بنصرف عليها اكتر ما بتجيب يعني. عشان حضرتك كمان احنا محتاجين ان احنا دايما نعمل عملية تقييم لنتائج الحملة. ده حقيقي. وبعدين احنا لما بنيجي نروج للحملة الترويجية لمصر بنروج ليها لمصر ككتلة واحدة. ولكن احنا محتاجين نعمل حملات موجهة لمقاصد معينة ومنتجات سياحية معينة. يعني مثلا احنا حضرتك عندنا مثلا سياحة اليخوت، واعتقد هناك يعني اهتمام من انا جايه لك في سياحة اليخوت لان انا عايز افهمها دي العوائد بتاعتها مهمة عوائد. واعتقد ان حضرتك هي رسالة من القيادة السياسية للقطاع السياحي المصري بتنمية موارده وتنمية ايراداته، ان احنا نهتم ب يعني ان احنا عندنا حضرتك غير طبعا السياحه الثقافيه اللي احنا نعتبر رائدين فيها قبلة السياحه الثقافيه في